هذه قصة فريدة من نوعها لشخصية مغاربية من القرن الحادي عشر لا يزال اسمها الحقيقي مجهولاً. ورغم أن هذه الشخصية ليست محسوبة ضمن العلماء إلا أنها قدمت خدمة جليلة للعلم، كما أنها أيضاً قصة رجل كان بمثابة همزة وصل بين عالمين هما الأمبراطورية الإسلامية وأوروبا المسيحية، لتان تجاهلت كل منهما الأخرى لأزيد من 3 قرون، إذ حصل التصادم بينهما إيديولوجياً وعسكرياً وتجارياً. ولد قسطنطين بتونس أو بقرطاج في العشرية الأولى أو الثانية من القرن الحادي عشر من عائلة مسلمة، وفي تلك الفترة كان المغرب الشرقي تحت حكم الزيريين، وهم أسرة حاكمة أعقبت حكم الفاطميين. كانت البلاد مزدهرة جداً، وكانت عدة مدن مثل القيروان ومهدية وتونس عبارة عن أقطاب علمية نشيطة جداً، وكانت دروس الرياضيات وعلم الفلك والطب تجلب إليها العديد من الطلاب. ويحتمل أن الشاب قسطنطين قد استفاد من تكوين جيد في اللغة العربية والعلوم الإسلامية الأخرى على غرار أقرانه من الأطفال والمراهقين، وفي تاريخ لا نعرفه بالتحديد صار تاجراً واستثمر في التجارة المتوسطية. عندئذ أتيحت له الفرصة ليسافر إلى خارج وطنه، فانتقل نحو المشرق الإسلامي ونحو المناطق الجنوبية من أوروبا، فسمحت له مكانته كتاجر كبير بربط عدة علاقات. وبالفعل فبمناسبة أحد أسفاره في إطار أعماله كانت له الفرصة للالتحاق ببلاط الأمير اللومباردي بمدينة ساليرنو في جنوب إيطاليا، إذ تعرف هناك على طبيب كان هو أخ الأمير نفسه. فأخبره هذا الطبيب أن المدينة كانت تفتقر بحدة للمؤلفات الطبية، ولذلك فإن مستوى هذا التخصص لم يكن مرضياً على الإطلاق. وعند عودته إلى تونس قرر قسطنطين استئناف الدراسة وانهمك في تحسين مستواه في بعض المجالات طيلة 3 سنوات، وبالموازاة مع ذلك بدأ في التدرب على الطب، وقرر أيضاً استنساخ بعض المؤلفات الطبية التي كانت قد نشرت في البلدان الإسلامية، بالإضافة للنسخ العربية لبعض المقالات اليونانية. ثم وربما اعتقاد منه أن تكوينه قد بلغ المستوى الكافي، أبحر من جديد حاملا معه هذه المرة العديد من المصنفات الطبية بدلا من السلع المعتادة. خلال هذه الرحلة تعرضت سفينته لعاصفة هوجاء ولم ينجو من الموت إلا بصعوبة، لكن البعض من كتبه تلفت أو تضررت. وبعد مرور بضعة سنوات، أي عندما قارب 40 من عمره، التحق بجماعة البنديكتيين كانت تعيش في دير بالقرب من جبل كاسينو، حيث تعرف هناك على شخص اسمه أفلاسيوس والذي أصبح مساعداً له. وفي تاريخ غير محدد بدأ ينشر باللاتينية كتباً في الطب، واستمر في هذا النشاط إلى غاية وفاته التي كانت في حوالي سنة 1087. وخلال فترة إقامته بجبل كاسينو نشر ما يقارب 20 مؤلفاً يتميز بمستوى جد عال مقارنة بما كان يدرس في ساليرنو، مما أدى بسرعة إلى إدخال تعديلات عميقة على محتوى البرامج الطبية وعلى تدريس هذه المادة في أوروبا. في الحقيقة وبالنسبة لمختلف كتبه لم يقم قسطنطين سوى بالترجمة من العربية إلى اللاتينية لمحتوى مختلف المؤلفات التي جاء بها من تونس. البعض منها كان قد كتبها بقراط أو جالينوس، الطبيبان اليونانيان الكبيران المنتميان على التوالي للقرن 5 والقرن 2 قبل الميلاد، لكن أغلب تلك الكتب كانت من تأليف أطباء كبار مسلمين أو مسيحيين أو يهود درسوا ومارسوا صناعتهم بين القرنين 9 والـ11 في بغداد وفي القاهرة وفي القيروان.
ومن بين المؤلفات المشرقية نجد تعليقاً للمصري ابن رضوان حول كتاب جالينوس، والعشر مقالات في العين لحنين بن إسحاق، ومقالات في البول والحمى والحمية لإسحاق الإسرائيلي، والموسوعة الطبية المشهورة لعلي بن عباس المسمات الكتاب المالكي. أما من بين الكتب المغاربية فنجد على الخصوص زاد المسافر لابن الجزار، وكتاب الملانخوليا لإسحاق ابن عمران. ولابد من القول أن ترجمة كل هذه الكتب كانت رديئة، لقد كان قسطنطين يتمتع حقيقة بمعرفة صلبة للغة العربية، إلا أنه لم يكن يحسن اللغة اللاتينية كما ينبغي. وزيادة على ذلك فإن ثقافته الطبية لم تكن كافية لتسمح له بفهم جميع المصطلحات المستعملة في تلك المؤلفات التي كان يقوم بترجمتها. وعلى الرغم من هذه العيوب التي تم تداركها وتصحيحها تدريجياً، أولاً من طرف مساعده الفاسيوس، ثم فيما بعد من طرف مترجمين آخرين، إلا أن العمل الذي أنجزه قسطنطين كان له تأثير معتبر على تدريس وممارسة الطب في أوروبا القرصية، وامتدت آثاره إلى غاية عصر النهضة. وهكذا وبفضل تاجر مثقف عرف جزء من الطب العربي حياة أخرى بعيداً عن فضائه الثقافي، وساهم في خلق